رعد صباح الخير من جديد. يعطيك العافية، يعطيك العافية لانا، وايضا بهذه الاخبار اللطيفة والخفيفة في صباحات برنامج يوم جديد. اكيد لانا وجد معكم من العاصمة عمان وتحديدا من لواء نعور منطقة العال. طبعا راح نحكي عن هذه المنطقة بشكل مفصل مع عمنا طاه المناعسة العجار، مع ابو رائد. الله يصبحك بالخير. صباح الورد، صباح النور، اهلا وسهلا بكم. يا هلا اهلين ميت، اهلا وسهلا. عمنا اليوم احنا بمنطقة العال وهي عالية باهلها وناسها وايضا جغرافيتها، نتحدث عن هذه المنطقة وتاريخ هذه المنطقة. سيدي المنطقة هذه من اقدم المناطق في العاصمة تقريبا، هي سميت العال لعلوها في المنطقة، وانت شايف بعينك يعني مبدأ. فالعال عدد سكانها تقريبا ما يقارب 5000 او 6000 تقريبا. انا كنت رئيس بلدية بال 99 كان عدد سكانها 4000، احسب من 64 لحد من 94 ل 99 لحد 5 5 ونص. فيا سيدي انا اقول اهلا وسهلا بكم، شرفتونا على اظهاركم لمنطقتنا، المنطقة الزراعية اللي انت تشوف بعينك، يعني منطقة من فضل الله، كل الجبال والخضار والوجه الحسن. ولكن عم اليوم نتحدث عن المناطق المجاورة لبلدة العال. سيدي العال يحدها من الجهة الشرقية ام البساتين والسامك، يحدها من الجهة الشرقية ام البساتين والسامك، ويحدها من الجهة الغربية الروضة اللي انت قبالك تفرج عليها، ومن الشمال الجنوب حسبان، ومن الشمال المنصورة وادبيان. هذول كلهم يعني جايه منطقه وسطيه هي فيها. نعم. ايضا عمي زي ما شفنا واحنا خلال جولتنا الصباحيه في منطقه العال، شفنا مناطق اثريه داخل. نعم. العال. نعم. نتحدث عن هذه المنطقه اللي انت واقف بها، هي اقدم منطقه اثريه بالمنطقه، وهذه انا لما كنت رئيس بلديه ضمناها لوزاره السياحه، والان هي ضمن المناطق السياحيه الاثريه. فهذه المنطقه انت شايفها اعلى منطقه بالمحل المجاور لنا. فاحنا يعني كنا بالاول زمان القديم كانت الناس تعرف دور قديمه وعيان، الان الحمد لله الناس ترقت وصار زياده العمران وزياده، والحمد لله زي ما تشوف عينك انت يعني الحمد لله. ايضا عمنا بصراحه اليوم نتحدث عن عادات وتقاليد، عادات وتقاليدنا هي وحده بكل مناطق المملكه، ولكن نتحدث عن عادات وتقاليد في العال، الافراح الاتراح لا سمح الله ولا قدر الله، ولكن نتحدث عن عاداتنا وترابطنا الاجتماعي داخل منطقه العال. والله يا سيدي العزيز، العال هي مثلها مثل باقي المنطقه اللي حول العجارمه والبلقويه والعشائر الاردن، هي اصلا منطقه عشائريه. عاداتنا يعني اختلفت، كانت بالأول وين والآن أصبحت وين، يعني إحنا الحمد لله الآن قاعدين نعيش بمستويات غير مستويات اللي كان عايشها أبائنا وأجدادنا. أبائنا كانوا عايشين بمغارة وكانوا عايشين، اليوم الحمد لله الواحد تلاقيه بطاوق وطوابق وعالية وضرب وطلع وسيارات. إحنا يعني أول شيء نشكر الله ونحمد الله ونشكر فضله على نعمة الأمن والأمان اللي إحنا قاعدين فيها في ظل العائلة الهاشمية الملكة. الله يا رب يديمهم علينا، الله يا رب يديمهم، والله والله العظيم لا أقولها مجاملة، إنه وجود العائلة المالكة لهالبلد نعمة. نعمة من نعم الله اللي أرسلنا. فإحنا الحمد لله والله عايشين، يعني عايشتنا أتراحنا واحد، أفراحنا واحد. الميت اللي مات قبل الكورونا هاي احنا قبل الكورونا، قبل الكورونا كان الميت لما يموت نقعد 3 أيام وإحنا واجبات الغداء والناس قايمة ببعضها وتعاليل وسهرات. العرس نفس الشيء، العرس كان يعني كان وين والان اصبح وين؟ كان اسبوع، والله انا جوزت رائد قعدت اسبوع والرقصه شغاله. الان الان لا والله ليله واحده اختصروها الناس، مختصر ليله واحده والناس ثاني يوم كل واحد يؤدي واجبه ويروح. عمي يعني منطقه العال هي احدى مناطق المملكه الاردنيه الهاشميه وايضا لواء نعور في العاصمه عمان. تحدث عن جماليه هذه المنطقه زي ما بنشوف الان الاطلاله الجميله بجوز ابراج العبده اللي موجوده. نعم. عندنا منطقه ابو علنده، ايضا جبال السلط. نعم. بتبين من عنده. نعم. يعني موجوده على الخارطه السياحيه. نعم. الان شو بتوجه كلمه لكل اخواننا المشاهدين بزياره هذه المنطقه ويستمتعوا بهذا المنظر بصراحه الجميل؟ بوجه لاخواننا اللي ما بيعرفوا العال انه يعمل جوله رحله للعال ويشاهد بام عينه المناطق الخلابه، المناطق الاثريه، المناطق اللي تسر الخاطر، وخاصه بايام الصيف، يعني لانه انت عارف احنا الان احنا واقفين تقريبا شبه الصيف لكن فيها برد. منطقتنا جاذبه للسياحه. انا بدي اشكرك عمي ابو رائد، واشكر شماغك وعقالك، والله يعطيك العافيه ويصبحك بالخير يا رب. اهلا وسهلا بيكم، ويعني انا تتكرر زياراتكم لنا، شجعونا واحنا نقول اهلا وسهلا بيكم. اهلا بك ابو رائد، يعطيك الف عافيه. اهلا وسهلا بيكم. مثال سياره. اذا مشاهدينا الكرام، من العال من لواء نعور هذه المنطقه الجميله والعالي، اكيد زي ما احنا بنشوف الان باهلها وناسها وايضا جغرافيتها. وايضا بدي اشكر صديقنا علي الحلاحله، الدكتور علي الحلاحله الموجود معنا وبرفقتنا في صباحات برنامج يوم جديد. اكيد الان عوده الى لانا وابراهيم لاستكمال فقرات برنامج يوم جديد.